اللحظة هذه لحظة توقيع الشراكة بين مركز تدريب الطيارين بتونس والشركة الليبية الإفريقية طيران القابضة، شركة الخطوط الليبية، شركة الخطوط الإفريقية. هذه شراكة ماهيش من محض الصدفة، هي وليدة تعاون مثمر بديناه مع بعضنا من سنة 2005 من يوم افتتاح واستغلال مركز تدريب الطيارين بتونس. نتمنى لهذه تكون بداية، تمكننا من تدعيم وتوسيع مجال استغلال مركز تدريب الطيارين بتونس، اكتساح أسواق جديدة وتطوير العلاقات بين البلدين تونس وليبيا. سلسلة من الاتفاقيات والمحاور تعاون بدأت تتجسم تباعا على أرض الواقع. لقد أثمر التعاون في مجال النقل الجوي على سبيل الذكر نتائج جد إيجابية، من حيث الزيادة المطردة لعدد الرحلات الجوية شملت تقريبا جل المطارات بالبلدين الشقيقين، إلى جانب الاتفاق على برامج التعاون بين الناقلات الجوية على غرار مذكرة التفاهم بين الخطوط التونسية والخطوط الجوية الإفريقية، التي أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على تفعيلها. كما أثمن التشاور والتنسيق بين سلطتي الطيران المدني، داعيا إياهما للنظر في أقرب الأجال مع الناقلات الجوية لحل المسائل العالقة كتشغيل رحلاتها على أساس تقاسم الرموز لزيادة التكامل بينهما من جهة، ودراسة منح حق الحرية الخامسة وفقا لحاجات الطرفين من جهة أخرى. اتفاقية الشراكة بين مركز تدريب الطيارين بتونس والشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة والشركة الليبية للطيران والخطوط الإفريقية، والتي ستسمح لكافة الطائرين العاملين بالشركات الليبية من المشاركة الحصرية في برامج التدريب والرسكلة على المحاكي إيرباص 320 بمركز التدريب طيارين بتونس، الذي لن يدخر أي جهد أو أي وسيلة لتقديم أفضل الخدمات لها متسلحا في ذلك بخبرته الواسعة في هذا الميدان. كما ستمكن هذه الاتفاقية من إعادة هيكلة رأس مال المركز المذكور، بحيث ستتولى الناقلات الجوية الليبية الموقعة على هذه الاتفاقية المساهمة في رأس ماله إلى حدود 27%. هي الخطوة الأولى، باكورة الخطوات، نبدأ بها إن شاء الله مسيرة منيرة نستشرف بها مستقبلا زاهرا لبلدينا في قطاع المواصلات بشقيه النقل البحري والبري والجوي، وقد سبقنا قطاعات أخرى في هذا المضمار. هاتان الوزارتان أثبتتا بما لا يدع للشك أن الوزارتين قادرتان على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه آنفا في ليبيا. لقد تم تنفيذ بعض المشاريع، ومنها أننا اتفقنا على فتح معبر ثالث بري بين ليبيا وتونس. هذه اتفاقية في مجال التدريب الفني المتقدم للطيارين. هذه الآن بدل أن نوجه طيارينا إلى مناطق في أوروبا التي تحتكرها الدول الغربية في تدريب الطيارين أو التدريب المتقدم للطيارين، سوف نقوم الآن بتدريبهم هنا في هذا المركز المؤهل، هذا المركز الذي له أداء متميز. الآن شركة القابضة الليبية التي تمتلك شركات الطيران في ليبيا سوف تساهم بنسبة 27% من رأس مال هذا المركز، وبذلك نستطيع رفع من المستوى الفني والأداء. احنا مركز طيارين بتونس دربنا من 2005 لتوا طيارين من روسيا، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، من ليبيا، من الهند، يعني مفتوح. كلها معايير ومقاييس دولية، وكما قلت لك احنا معتمدين من طرف يعني الجار بالنسبة لليوروب، وان شاء الله في جوان يازا بالنسبة لليوروب
كانت تقبل جار وتوصل الانتقال لياسا، فاحنا معتمدين دوليا وبالنسبه لنا البرامج نتاعنا معتمده دوليا. راس مال شركه مركز التدريب التونسيه هي 17 مليون و500 الف دينار، لكن يحسبوا العشره ال 20% هي مليون و750 الف دينار. الطموح نتاعنا مش تلبيه حاجيات الاسواق التونسيه والليبيه كانوا، هذا باش يدعمنا باش ننطلقوا في اسواق خارجيه واسواق يعني انترناشونال، ما عندناش حدود بالنسبه للطيران يعني. حد صدفه ماهيش وليده اللحظه يعني، احنا مع ليبيا الطيارين في ليبيا يتدربوا عندنا من عام 2005 وقت اللي بدينا الاستغلال لحد الان، فبشويه بشويه طبعا العلاقات تتطور ونوليو نفكروا في مشاريع كبرى اللي تفوت الحجم نتاع السوق التونسيه والسوق الليبيه. من هون جات الفكره نتاع الشراكه. هل انه اليوم المركز يعاني من صعوبات ماليه ذيك عليه توجهته للشراكه الليبيه؟ المركز الحمد لله يعني هو مركز رابح بالنسبه لل الجانب المالي من سنة 2005 حتى سنة 2010. صحيح سجلنا يعني خسائر سنة 2011 سنة الثورة التونسية، 2012 رجعنا حققنا أرباح، 2013 صحيح سجلنا خسائر كنا نعرفه يعني الوضع في تونس كان صعب وصعب جدا، فتأثر المركز تدريب الطيارين من هذا. فاحنا الافاق نتاعنا الطموح نتاعنا مش مشكلة حل مشكلة مالية، احنا طموحنا باش نزيدوا نكثفوا في قدرات مركز التدريب بأجهزة أخرى بالنسبة لخدمات أخرى، خاطر احنا تو نعملوا كان في خدمات الطيارين، لكن عندنا طموح أن نتعداو الطيارين ونشملوا جميع قطاعات الطيران الجو. ما تسميش هذا التفويض في المركز؟ لا نعاود ونقول احنا نحكي، احنا من أصلنا المركز نتاعنا ماهوش تونسي 100%. احنا المركز نتاعنا ملي يتحل هو شراكه بين تونس، عملنا في الاول كنا بين ثلاثه شركات طيران وبين ايرباص وتاليس، فالتوجه ان يكون عندك شريك اجنبي في راس المال من اول ما حل المركز كان مفهوم.